السلام عليكم وكل عام وانتم بخير، رمضان مبارك علينا وعليكم. النهاردة بنتكلم في الفيديو بتاعنا عن ازاي تركب المروحة بتاعتك في الكيس. تابعنا علشان تعرف ازاي وعشان تضمن ان الكيس بتاعك يعيش فترة اطول. خليكم معنا. في البداية كده خلونا نتكلم عن المروحة وإيه هي فايدة المروحة وإزاي أختار المروحة المناسبة للجهاز بتاعي. المروحة هي شيء أساسي علشان تسرع من عملية التبريد، لأن جهازك طبعا جوه بيكون سخن جدا. طيب إزاي أبرد؟ بإن أنا أحط المراوح بتاعتي بالشكل الصحيح. اي مروحة والسلام، ولا في مروحة معينة؟ لا، في مراوح معينة طبعا خاصة باجهزة البي سي، ودي بتختارها على حسب بعض المواصفات اللي بتيجي على حسب السايز بتاعها او مساحتها، وكمان على حسب عدد الدوران بتاعها او الار بي ام. يعني مثلا لو جينا هنا نشوف المروحة دي عندي، دي مروحة جاية مع الكيس. طبعا بتيجي عندك يا اما ار جي بي يا اما مروحة بالشكل ده. اعرف منين اتجاه الهواء اذا كان داخل ولا خارج، او بتشفط او بتطلع هواء؟ طبعا بيجي عليها هنا في سهم بيجي بشكل جانبي، من السهم ده بقدر اعرف دخول الهواء وخروجه ازاي، وكمان بقدر اعرف المروحة دي بتلف يمين ولا بتلف شمال. كمان هنا عندي المروحة دي بتتكون من عدد 7 بليدز. 7 بليدز دول هل هنا انسب ولا اجيب مراوح فيها عدد البليدز اكتر؟ هنا مثلا عندي مروحة تانية، المروحة دي ار جي بي من كورسير، دي برضو 240، وطبعا بيجي عندك مقاس تاني 120، بيبقى اصغر شوية. طيب المروحة دي هنا لو لاحظنا هنلاقي ان عدد البليدز بتاعتها اكتر من عدد البليدز اللي موجودة في المروحة بتاعتنا هنا، يعني هنا بتوصل ل9 بليدز، يعني اكتر ب2 بليد. هل في فرق؟ طبعا في فرق. الفرق هنا هل يا ترى هيكون في الضخ الهواء، او عملية ان الهواء هيكون اسرع واقوى، ولا هيفرق في حاجة تانية؟ بصراحة نكون صراحة، مش هيفرق في حاجة في الهواء عندك. يعني ايه مش هيفرق في حاجة في الهواء عندك؟ يعني هيبقى ده نفس ده. طب امال ايه الفرق؟ الفرق هيكون ان دي هتكون اقل واهدى من المروحة دي. يعني المروحة دي هتكون ازعاجها بسيط، المروحة دي شوية هتحس ان ليها صوت، ده بسبب عدد البليدز الكتير اللي موجود عندك. الار جي بي ولا العادي؟ مش هتفرق برضو، تجيب ار جي بي ولا تجيب عادي، في النهاية الناس كلها دلوقتي بتفضل الار جي بي لانه بيدي شكل احسن للجهاز ومفهوش اي مشاكل، ومش بيفرق حاجة في البرفورمانس، بل بالعكس بيكون في شركات بتنزل مواصفات عالية وعدد دوران اعلى في الـ RPM بتاع مراوحها. خلونا بقى في الجزء الثالث من الفيديو بتاعنا، وده هيجاوب على تساؤلات ناس كتير. اركب المروحة ازاي في الكيس بتاعي؟ يعني ازاي اضمن ان المروحة بتاعتي فعلا بتدخل هواء للجهاز ولا بتخرج هواء من الجهاز؟ اول حاجة زي ما قلنا هو السهم اللي بيبقى موجود عندنا في المراوح بتاعتنا، ده ممكن يقول لي اذا كان الهواء داخل او خارج، وبناء عليه بركب المروحة في الكيس بتاعي. طيب لو انا ما عنديش سهم او ما خدتش بالي من السهم اركب ازاي؟ طبعا انت عندك هنا زي ما احنا شايفين في جارد موجود في المروحة. الجارد ده هو اللي بيقولك اذا كانت المروحة بتاخد هواء ولا بتطلع هواء. احنا في حالتنا هنا الجارد لو موجود بالشكل ده معناه ان هو عمال يطلع هواء وهنا عمال يشفط هواء، يعني الناحية دي شفاط والناحية دي بتطلع هواء. يعني انا لو ركبتها في الكيس بالشكل ده هتبدأ الكيس عندي من هنا المكونات السخنة اللي موجودة تاخد هواء سائع من برة لجوه. طيب هل ينفع بقى اركب كل المراوح انها تاخد هواء من برة وتدخله جوه علشان اسقع بقى الدنيا جوه كده واخلي الدنيا تمام، عمال اخد هواء من برة وادخله جوه بس؟ لا طبعا. طب هل ينفع اخرج الهواء السخن من جوه واخلي الكيس بتاعتي من جوه ما فيهاش اي هواء سخن؟ برضه لا. طب ايه العمل؟ احط مراوح ازاي؟ خليك شوية كده وشوية كده. يعني ايه شوية كده وشوية كده؟ يعني تخلي هواء سائع يدخل
وهواء سخن يخرج. هي دي المعادلة البسيطة اللي محتاجها في جهازك علشان تضمن ان جهازك يعيش معاك فترة اطول، وكمان علشان تضمن ان هو يديك احسن اداء ممكن من كل المكونات الداخلية في الكيس عندك، وتضمن طبعا ان جهازك ما يسخنش او المكونات اللي جوه كلها تبوظ. طب خلونا كده نشوف في المثال التوضيح اللي قدامنا دلوقتي في الفيديو اذا ركبتهم الاثنين بنفس الاتجاه. طبعا هنلاقي ان المراوح عمالة تدخل هواء، ولكن في النهاية عندي الهواء جوه سخن. طيب خلونا نشوف لو ركبناهم الاثنين عكس الاتجاه او للخارج بيطلعوا الهواء السخن لبره. نفس الشيء، مفيش هواء جديد بيدخل الكيس بتاعك، بل بالعكس المكونات سخنة جدا. طيب اعمل ايه؟ هناخد المثال الثالث، هو ده اللي تبدأ تركب بيه الكيس بتاعك، بانك تحط مراوح بتدخل هواء سائع ومروحة بتخرج الهواء الساخن. وبنرشح هنا ان المروحة اللي بتخرج الهواء الساخن تكون بحجم 240 mm. هنا انا بديك مثال بسيط. المثال بتاعنا زي ما انتوا شايفين قدامنا، في مروحة شغالة قدامي من الكيس. المروحة دي انا عايز اعرف هل الناحية دي بتدخل هواء ولا بتخرج هواء. هنا انا بستخدم في الحالة بتاعتي ورقة بسيطة. الورقة دي انا بمجرد ما هقربها هنا من المروحة بتاعتي، لو شفطت طبعا الورقة معناها انها بتدخل هواء، ولو بتبعد عنها الورقة يبقى اكيد عمالة بتضخ هواء. خلونا نشوف كده مع بعض. زي ما احنا شايفين عمالة بتسحب الورقة بتاعتي، ده معناه ان الناحية دي عندي هنا بتشفط هواء. لو حطيتها من ورا زي ما احنا شايفين الورقة عندي مش عايزة تتشفط، عمالة بتبعد عن المروحة بتاعتي. في نهاية الفيديو بتاعنا اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي المراوح بتتركب في الكيس علشان تاخد اقصى تبريد، واللي في النهاية هيؤدي لنتيجة قوية جدا في اداء الجهاز بتاعك. شكرا لكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوناش من اللايك والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وطبعا دعمكم مهم. شكرا لكم جدا، رمضان كريم.